السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. كما شفتوا راني مازال في الروينه، واحله في الروينه، رانا صافي انتقلنا للدار، ولكن مازال نغسل لي كارطون قال ضروري نوض نحداق واحد شويه في الدار. غسلت قزبر ومعدنوس باش نقردو ان شاء الله نديرو في الفريكو، ونط باش نصايب واحد الكيكه اللي كتكون اقتصاديه، كيكه يوميه اقتصاديه، وكتجي زوينه وهشيشه وكتكون ناجحه 100%. غادي نحتاجو فيها 4 د البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ونص ديال السكر، كاس ديال الحليب، دانون ديال الفاني، 2 أكياس ديال السكر الفاني. غادي نحتاجو قبيصة ديال الملحة، 3 أكياس ديال الخميرة ديال الحلويات، وغادي نحتاجو كذلك واحد تقريبا 350 غرام ديال الدقيق. انا غادي نكتب لكم المقادير بالتدقيق البنات في صندوق الوصف باش الا بغيتو تجربوها. صراحه كتجي زوينه واقتصاديه وكتجي ناجحه وكتخرج كميه. انا غتشوفوا كل شيء من بعد. كان عندي المول صغير، درت كيكه ودرت خرجت منها كاب كيك. الكاب كيك زدت ليه غير واحد معلقه كبيره ديال كاكاو مر، وخففتها بشويه ديال الحليب، وصافي فريمون جاو زوينين. فغادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. المهم من تحداقيتو ليها ليها واخا الروينه، المهم الكوزينه انستاليت فيها داكشي اللي خاصو يتانستالا. كما شفتوا البلاكار مازال ما مركب حيت مشى باش يتصبغ كما كنت قلت لكم، ولكن اهم حاجه انه كان عندي الكوزينه خصني نرتبها باش يلا نلقاو ما ناكلو، حيت هاد اليوم فريمون كنا كناكلو غير الزنقه، وبيني وبينكم ما عنديش بزاف مع الماكله الزنقه مره شحال الا توحشتها. ولكن تخيلوا معايا اسبوع كامل تاكلوا غير الماكله ديال الزنقه فريمون لا اله الا الله. مي الحمد لله رحنا تانستالينا وكل شيء. فصافي غادي نخليكم هكا تشوفوا التفاصيل ديال الكيكه. ولكن كتبقى هاد الدار شي حاجه اللي كبيره بالنسبه ليا. دوزت فيها ديك النهار قلت لكم 5 سنين، راه كثر من 5 سنين البنات، راه طالعه في 6 سنين تبارك الله، وما عمرها غتنسى ليا. المهم جيت باش نسيقها حيت صافي رحل كل شيء مشى للدار كما كنت قلت لكم. وجيت سيقتها هانتوما، صراحه حكيتها فركتها مزيان. انا من النوع اللي كيعجبني الحاجه كما لقيتها وحسن على شلا باش كيبقى الواحد يتفكرك بالزوين ماشي بالخايب. هكا انا دايره. ربيع قال لي الصراحه جيبي السيده عيط عليها تجي تعاونك، ولكن اللي فيا ما يهنيني. عرفتوا ظهري كنحس بيه غير تقسم، راه ماشي سهله الديميناجمون، ماشي سهله تطرحها ليا البنات. كما قلت لكم ماشي ساهل انك تحيدي الحاجه من بلاصتها وديري لها لو تخي وتعمري في الكراتن وتدي للدار وتعاودي تجبدي من الكراتن وتبقاي كل حاجه ترديها لراسها. سورتو انني عندي المشكله ديال الظهر كما عارفين. مهم سيقتها كما قلت لكم، مسحت كل شيء، شراجم، حيدت الغبره، حيدت كل شيء. يمكن اول مره غادي ندير لكم جوله في الدار كامله.
تشوفوها بالتفصيل. مهم فالدار صراحه كتعني لي بزاف بزاف بزاف، وغنتوحشها ما نكتبش عليكم، نتوحش جيراني، نتوحش الحي فين كنت ساكنه. نبدا لكم بلا شومبر ديال زياد باش نقرب لكم الكاميرا. تبقى عندي ذكرى حتى انا حيت كيف قلت لكم كتعني لي بزاف بزاف بزاف. ماشي سهل تسكني في شي دار 6 سنين ودوزي فيها الخيبه الزوينه. هاد الدار كتفكرني بالولاده ديال زياد، داكشي كامل اللي داز وحويجات زوينين. الحمد لله يا ربي. ان شاء الله كيف قلت لكم غندير لكم فيديو نشرح لكم داكشي كامل، واش كريت واش شريت، علاش خليت هاد الدار. غير تسناو البنات راه كتسولوني اسئله، ولكن كنبغي نجاوب الصراحه في الكومونتير، ملي كنلقى راسي كنجاوب كل وحده بوحديتها. وراكم عارفين والله العظيم الربل اللي كاينه فيه انا هاد الايام، لا احسد وحلي. الروينه الروينه الروينه. انا نقلب الكاميرا بلا ما تعطل عليكم حيت خصني نمشي دغيا للدار، عندي شي حاجه. كنت غنمشي للصالون ندور شويه بالحاله، ولكن تعطلت خصني نمشي. المهم انا نقلب لكم الكاميرا نضرب لكم دويره في الدار كامله. كيفوا على البنات، المهم انا غادي نبدا لكم من الدخله ديال الدار. كما شفتوا غيبان لكم هذا الشيء خصو يمشي للدار، داكشي علاش حطيته تما. هذا هو الباب ديال الدار، الدخله ديال الدار. ملي كدوروا هكا كاين الطواليت الاول، اعزكم الله ديك الروينه خصها تلاح. المهم ملي كدوروا كاين الطواليت الاول، انا كنت دايره فيه لي زيتاجير، وكما شفتوا حاولت كاع التقابيل اللي درناهم نسدوهم. هذا كنت دايره هنايا لافيسيل، لافيسيل لافلانج. المهم هذا الطواليت الاول، هنا كنت حاطه داك المبل وداكشي. هذا الصالون. هذا هو الصالون ديالي يا البنات، كما شفتوا كلشي حكيتو. الدار كتشعل الحمد لله، كيعجبني. دابا على نقدر نمشي مرتاحه للدار. كما شفتوا الدخله ديال الباب الصالون، البيت ديال زياد اللي كان زياد خليت ليه ديك الوثيقه. ما تعرف تجي شي سيده هنايا تعجبها، بعدا سعداتها غتجي غتلقى البيت واجد الا كان عندها وليدات بطبيعه الحال، السيكرز داكشي كامل. المهم هذا البيت اللي عقلتو كنت صبغته بالبيت على رديت زياد، تبان لكم تما الزربيه، حيت غادي نديها للتصبن نديها للدرقيه ان شاء الله. المهم هذا هو البيت كما شفتو، هذا هو البيت القديم ديال زياد. ايه الذكريات البنات. المهم ملي كتخرجوا من الصالون كاين هنايا هاد التواليت دوش، حتى هو راه حكيتو شاديكم الضوء، حتى هو حكيتو. نيشان كاينه كوزينه ديالي غنتوحشها. المهم انا خليت داكشي كامل كما شفتوا، راه سديت غير التقابي ديال البلاكار. البنات انا واحد انسانه كيعجبني انني نرد الحاجه كما كانت وحسن صراحه، باش كنكون مرتاحه. شتي واخا الواحد ما يقول لي والو، ما يقولش يا مول الدار مسكين ما قال لينا حتى شي حاجه، الله يعمرها دار، ولكن ما تعطينيش خاطري نخرج ونخلي ليه الدار كلها محفره كل حالتها، خاصه انا عشنا فيها تبارك الله 6 سنين. وهذا قلتها لي، قلنا ليه واش نحيدوا هذا زعما نردوا الرخامه كما كانت وداكشي، قال لينا غير خليوهم. تعرف تجي شي سيده هنا وتعجبها وتكمل عليها. انا هذيك البلاصه اللي كتبان لكم مديوره شاركه فيها البلاكار. المهم هادي هي الكوزينه، تما كلشي داكشي راه مسدود حتى هي حكيتها. وهذا البالكون ديالي. هذاك الكوبل خصها تخرج اعزكم الله، هذا هو البالكون ديالي. غنتوحش البالكون حيت الدار اخرى مفيهاش البالكون. وهنا كاينه لا شومبر كوشي، بيت النعاس اللي كان كبير 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 تبارك الله. هذا هو بيت النعاس البنات ديالي، صراحه كان كبير ما شاء الله، كما شفتوا كاع تقالي كلشي مسدود. والله الا عاد كانت حال البنات زعما ملي سيقتها التقيبات مسدودين وكلشي كما هو، عاد غنمشي للدار ونحط راسي على وساده مهنيه. هاد الدار البنات كان فيها بلاكار في الحيط كما شفتوا، الصراحه كان نافعني. باغ كونطخ الدار الاخرى ما فيهاش بلاكار في الحيط، عاد خصني نحط واحد يتصايب. المهم هنا كانت بلاصتي وهنا بلاصتي وغير هنا اللي بلاصه راجلي. راكم عارفين حنا ديما كنهربوا عليهم. الفوق كنت دايره الفراش وداكشي، هنا كنت دايره الكومود اللي عقلتو التلفازه، وهنا كان لو لي. ايه كيف قاوا الذكريات. المهم الحمد لله على كل حال، عيبان لكم بوقيه وشي تخربيقه شي كامل خصو يمشي للدار ان شاء الله. فصافي قلت ضروري خصني ندير البنات دويره في الدار تشوفوها كيفاش كانت،
فين كنت ساكنة، عطيوني رأيكم كي كانت ولا كي جاتكم. أنا الصراحة كانت عاجباني وما سخيتش بيها، ما كتبش عليكم راه فاش الدار الأخرى مازال ما ولفتها غير باش نقول لكم كي جيب لي الله راسي بحال ما ساكنش تيزنيت، ولكن هاد الدار عندي بيها واحد الصلة عاطفية كبيرة. ان شاء الله حتى الدار الاخرى يكونوا فيها حويجات زوين، ذكريات زوينين، وغتعيشوا معايا كلشي ان شاء الله في اليوتيوب. هاد الدار فين تسكنت فيها ما كنتش دايره اليوتيوب، ما كنتوش عارفيني، ما بديتوش معايا، ولكن الدار الاخرى كلشي غنبداو مع بعضياتنا ازيرو ان شاء الله. فصافي هذه هي الدار، قولوا لي كيفاش جاتكم في لي كومونتير، ويلا انا غادي نمشي باش ما نطلش. الوداع اخر تصييقه لهاد الدار، اخر تصييقه لهاد الدار، حتى نوصل للدار ونوريكم شنو غادي ندير. انا درت شي حاجه نصور عليكم بطبيعه الحال. غزالات صباح الخير، ما رجعتش لكم البارح الصراحه، رجعت عيانه للدار. المهم ملي صيقت الدار وكلشي مشيت عند جاراتي، تصيفطت معاهم قلت لهم سلامه، سامحت معاهم، واخا راه باقي عندي كونتاكت مع واحد جارتي العزيزه عليا نسيت الباسبور لها صراحه، ونعمه الجوره الحمد لله. اهم حاجه واحسن حاجه فاش كتمشي كتخلي بلاصتك زوينه ونقيه والناس كيذكروك بالخير، هذيك هي احسن حاجه. ورا الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا على سابع جار، فمشيت صيفطت مع جاراتي سلمت عليهم قلت لهم سلامه وصافي. ديك الساعه رجعت للدار قديت العشاء بيتفي ونعست حيت بغيت نصحني ظهري بزاف بزاف. المهم غادي نختم معكم فلوق هنايا، تهلاو ليا في ريوسكم بزاف بزاف، ما تنساوش تخليو ليا لايك واشتراك الى اول مره كتشوفوني، ومرحبا بالناس اللي جاوا جديد للقناه، مرحبا بكم والف مرحبا. نتمنى يعجبكم الكونتوني ديال القناه وشرفتوني بالقدوم ديالكم، والحمد لله كنفرح ملي كنشوف العائله ديالنا غدا وكتكبر شويه بشويه. فما تنساوش البارطاج للفيديوهات البنات الا كيعجبوكم، وما تنساوش كذلك اللايكات والكومونتير ديالكم اللي كيعاونوا يبوستيو الفيديو انه يطلع. تهلاو ليا فريزكم، ما تنساوش انني كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، ونتلاقاو ديال في فيديو ديال بعد غدا ان شاء الله. السلام عليكم.